خسروا ابنهم ومرت ابنهم بحادث سير مميت والصادم هرب. هن معنا الليلة بعالأكيد ليطالبوا بالعدالة. رحبوا معي بالسيد عبد الوهاب الصايغ وزوجته هند. سيد عبد الوهاب، ست هند، أهلا وسهلا فيكم. طبعاً بسلامتكم، يعني أكيد بعد مش مستوعبين اللي صار. خسرتكم تقريباً شي 5 أشهر، خسرتوا ابنكم. نعم. مفرحني فيه، الله يرحمه، ربيته 25 سنة. شغله 25 سنة بدي اياه حبيس هون لا يبرد قلبي، لانه قلبي من بردي، لاني بروح لعنده انا تربي، بقول له يا ماما حاخذ لك حقي، لانه وحيد ما عندي غيره، ما عندي انا بنت صبي، كنت شايفته ما شايف حدا، ضللته هيك فجأة يروح، ما عم بدي استوعب، والله ما عم بدي استوعب. لا طبعا طبعا، الله يصبرك يعني. هسه حولي عجين. طب هسه قريبي بروح على بيته، بتريد امه هي امه بتريد، يلا والله مثل الوردة يعني. بروح حكي ماما خيرها وانت علي بعمل ايه؟ بتركوه بيجي تبعونا انا وهو ابوه كذا وكذا. طيب انا معكم، بس بيمشي بيقعد بيني ووقف ومرته. سيد عبد الوهاب، انتوا عملتوا اجراءات قانونيه؟ عملنا اجراءات قانونيه، انا لانه كنت بوضع حالة عصبية طبعا، مظلوم وماني عارف شو اللي عم يصير حواليا يعني وقت تلقاء الخبر. طبعا انت عم تجرب تكون متماسك قد ما فيك. اكيد، لانه في مسؤولية زوجتك وفي مسؤولية متابعة هذا الموضوع. طبعاً. زوجتك بس طمني، عم تخضع هلا شيء يعني؟ عم تخضع لعلاج نفسي مبدئيا، كمان انا الضغط صار يطلع معي، طلع 17/10. يعني هي كانت صدمة مش بس لألي ولأمه ولأهله ولأهل منطقتي كلها، لأنه هو محبوب ومعروف من هو الشخص يعني، وكلنا معلقين صوره وعلى الويس أب وعلى كل شيء حاطين له صوره، يعني إنه ما حينسى، يعني إنه أنا ما بتصور إنه في إنسان بيعمل هيك عملة، وأنا اللي خليني أقدم شكوى فيه. يمكن أنا كنت سامحه لو وقف وأنقذه أو اتصل بالصليب الأحمر أو اتصل بالدفاع المدني. هذا إنسان منو إنسان. خلينا نشوف التقرير اللي حضرته كارول غلام. رابع يوم عيد الفطر بطرابلس، توفى الشاب خير الدين الصايغ وزوجته ناهد. العريس كان عازم أمه وأخته على العشاء، وكان متوجه هو وزوجته للمطعم. بتسيئني بنتي، بتلي قوم بابا أخي عمل حادث. طبعا ما توقعت أنا حادث، إنه حادث إنه سيارة ضربت ببعضها أو شيء. وينه؟ قال هو بمستشفى النيني، معي موتير صغير أنا، موبايل. دورت ورحت لهونيك، لقيت عالم هيك مثل النمل، بيقولوا لي إنه بيعبطوني، بيقولوا لي الله يرحمه. مع توي عشيلة بعد 4 أيام اتصل فيه، ما حدا يجي يجيبني، أمدر كده مجنونة بقى بتعرفي. جيت لقيت عالم كتير، بس ما يدر لي ابني مات، ما يدر لي. أخذوني على المستشفى ولا يسقوني دواء، بدي عفجي من شيء اللي بدهم، هو بدي شو بخيره، ما عندي كان خيره مدلل وحيدي، ترك لي فراغ كتير ببيتي، وقفني قلبي، والله لازم وقفني قلبي. يا عمي يا عالم، يا عمي تيش أمه، أنا بدي أمه تشوفني، ما هيك؟ أمه لهادي حسيت تيجي تشوفني، شو سوي فيني. الأم والبي بعدهم ما وعيوا من الصدمة، هن اللي ربوا ابنهم بالشبر وبالندر بهالبيت المتواضع المألف من غرفة وحدة، وقلبهم محروق لأنه المسؤول عن الحادث بعده طليق وما في حسيب ولا رقيب. وين الدولة؟ طيب هلأ حيصرنا 5 أشهر بالموضوع، أنا وقفت محامي ورفعت دعوة،
عند التحري طلبني ورحت رفعت الدعوة عليه وعلى صاحب السيارة اللي هي سيارة لأنه دريت أنها هي غير قانونية. طيب ما في لحس وين هي؟ قال بالنيابة العامة صارت. طيب وين النيابة العامة؟ مين يحرك الدعوة؟ طيب خلصت السنة وفتنا بسنة جديدة. طيب وين القضاء؟ ناس بيجي بيقولوا لي هلا شفناه على الشراع، ناس بيقولوا لي عم يكذر بالميناء، ناس شافوه عند الحلاق، وهو اهله شارين له سياره مرسيدس مفوم مفايمين له اياها، يعني اهله عم يقولوا له رجعوا، عم يقولوا له خد سياره وروح قتل ارواح الناس. ما عاد هالبيت الصغير بالميناء بيتهم الاساسي، فالام والبي بيقضوا نهارهم بالمقبره. يا يا ماما تقول لي ما معنى قلبي يا الله ومرد علي يا حبيبي قوم يا ماما قوم. توجهنا لمكان الحادث مع الشاهدة جميلة يلي ما كانت تعرف العائلة وإنما تعاطفت معهم بعد ما شافت الحادث. كانت الساعة 9:19 قاطعة أنا جاي من طريق بيروت، طبعا حيلا حدا ساكن بطرابلس او من اولاد المنطقه بيعرف هول المطبات اجبار، يعني اذا بتمشي اكثر من 20 بتكسري سيارتك عليهم. خففت سياره الخيرو هون غمست له انه قطع، قام دوالي قطعي قطعت، بعد ما قطعت يعني وصلت لهونيك بسمع صوت بوف ما بعرف كيف خبطه، يعني هو كان واقف بما انه هو ايه عم يامن سيارته حرام مرقني. بسمع خبطة وشي تكسير، عرفتي أصوات صارت ورا بعضها، بتطلع مثل ما خبرتك عمريت السيارة، بتطلع بشوف السيارة طايرة، صرت بدي أمن أنه صفيت عند آخر الهيدا آخر هاي الطريق ونزلت ماشي دغري كمش تليفون عم بحكي الدرك، قام قلت له أنه سيارتين وهيك. جيت أول شي من بعيد هي مبينة كأنه بباب السيارة، عم قلو يمكن في بباب السيارة، صار الدرك يقول لي انه شو فيهم، شفتهم هي متوفية دغري، لفيت لعنده كان بعده عايش. بعدين رجعت قال لي قربي على السيارة التانية شوفي مين فيها، كان هو منه فيها. فإذا خير الدين كان واقف على المفرق والسيارة التانية كانت مسرعة غير قانونية، لا أوراق ولا تأمين. هيدي السيارة اللي ضربوا يعني ايه ليك السيارة كان عليها نمرة مزورة وكل الوراق اللي فيها منهم قانونية، يعني نحن أكتر شيء بدي أسأله برسم الدولة إذا فينا نقول أنه هو ما توقف لأنه قتل اثنين. طب السيارة نمرتها مزورة ما حدا سأله، السيارة منها قانونية ما حدا سأله، يمكن ما معه دفتر سواقة ما حدا سأله. خمسة أشهر عايشين على هالأسئلة. نعم. بدي أطلب من الشاهدة تنضم لنا رجي إذا سمحتوا جميلة عمر. بعد الفاصل رح نستقبل الشاهدة اللي رح تخبرنا تفاصيل بتصدم. قلت له حادث، قال لي ماتوا، قلت له كان عم مسلي يا زلمة. اليوم ليطالبوا بتحقيق العدالة وحق ابنهم اللي مات ظلم. أنا بدي حبسه بارد. بدي أطلب من الشاهدة تنضم لنا رجي إذا سمحتوا جميلة عمر. جميلة مساء الخير. الحمد لله على السلامة. لك كمان، يعني أنت اللي شفتيه أكيد. هو لو مقطعني كنت يمكن أنا بداله. جميلة أنت طبعا كله صار بسرعة قدامك. مزبوط. شو الأكتر شي بتتذكريه؟ أكتر شي السيارة هي وعم تقلب بالهواء، ولما بدون يشيلون لما إجا الدفاع المدني ما قدر يشيلها لناهد، بعدين صاروا بدون يقصوا السيارة الحديد ليشيلوها. كنت إنه أول إنه حرام لأنها بنت وما يبين جسمها على العالم وهيك. وأنت شفت زوجته توفيت؟ زوجته أول ما وصلت جيت قربت صوبها ما في شي، حطيت إيدي تشوف إذا في نبض ما في شي. لفيت عند خيره كان بعده عايش. صرت تحكي؟ صرت أحكي له إذا عم تسمعني عم. إذا عم تسمعني أعطيني حيلا إشارة. كان بس عم يقنوا يقول يا رب ولا شي تاني، ما رد علي. بعدين قربت على السيارة التانية الدرك، قالوا لي شوف السيارة التانية مين فيها. تفاجأت باب الشوفير مفتوح.
ما في حدا. ما فكرت انه ممكن يكون طلع منا، عليت الايرباك لاطلع، ما في بقلب السياره حدا. واخر كلمات خيره كانت يا رب. يا رب. قال يا رب. فيا رب خد له حقه. حقه من الشخص يلي صدمه وهرب بلا ما يتطلع وراه او حتى يسال. المرحوم خيره وزوجته توفوا بلحظتها. ولهاللحظه ورغم انه هويه الصادم معروفه، ما تم توقيفه او حتى التعويض على عائله الفائدين. بعدين رجع هو مره ثانيه، بعدين شينا عملنا هذا من بعد الحادث. بعد صار الحادث هرب. هرب ورجع. رجع اجا. إيه كنا عم عم اقول لهم انه شوفوا شو فيها وراء السياره، انه لنعرف لمين. لانه بالليل نحن قعدنا نعمل ندور، انا لقيت ورقتين بقلب سيارته هو مكتوب اسم. فقعد دور، فبكتشف لما بشوف الصور انه يا هذا الشاب لهيدا اللي واقف حدي، انه كيف جيت وقفت حدي؟ سالني مين هول؟ شو في هون؟ قام قلت له حادث. قال لي ماتوا؟ قلت له كان عم يمثلوا يا زلمه. تخيل صورت نمرتها للسياره كرمال من قدام ما كان في نمره. قام نحن وعم ندور بدنا نقرب على السياره، لا ما تدقروا السياره، بس الدرك بيدقروا السياره. السياره اول شيء كان فيها كثير غرض، بعدين ما لقينا غير الوكال، يعني حتى الوراق او تليفون او شيء تاخذ من قلب السياره. يعني جرب يحمي حاله بكل ذكاء، ما بعرف كيف كان واقع على كل هول. استاذ مروان، في حادث وعندنا هروب من الحادث. نعم. نحن هون اول شيء عم نحكي عن حاله تسبب بوفاه، اللي هي عن اهمال وقله احتراز، وهيدي عقوبتها بالسجن، محدده قانون العقوبات من 6 أشهر لثلاث سنين. هلا اضافه عم بسمع بالتقرير انه كانت السياره مش قانونيه، بدي الفت نظر هون، السياره مش قانونيه ما فيها اوراق، وبالتالي هيدي مخالفه سير عاديه. هلا المسؤوليه طبعا غير الحبس، في مسؤوليه مدنيه ومسؤوليه جزائيه. مسؤوليه مدنيه وجزائيه على سائق السياره كائن من يكون، وعلى صاحب السياره الاساسي. والمسؤوليه تحدد وفقا التعويض اللي ينتج عنها الحادث، يحدد وفقا لتحديد المسؤوليه والضرر. اذا بمجرد انه الصادم هو مسبب الحادث وكان سيئ سياره مش لاله بشكل غير قانوني وما سلم نفسه، هيدا بيعني انه حاليا يعتبر هارب من القانون. وهالهروب بلش لحظه يلي ترك فيها موقع الحادث واختفى حسب قول ضيف ابنه. هو الهروب من اجل التملص من المسؤوليه بحد ذاته جرم جزائي يعاقب عليه. صحيح. بغض النظر عن الانقاذ، لانه كمان اي شخص موجود ما انقذ شخص تحت الخطر كمان عليه عقوبه جزائيه. نعم. يعني هون ما بنستغرب نحن اخلاقيا انه هن ما حكيوا معهم وبعدهم هربانين لهلا. ستند، انت عم تسمعي كل هيدا الحكي باخر شيء، يعني كله ما بينفع. ينفع شيء؟ ما في شيء بيهمني بقى، ما في شيء بيحكي لي. بدي حبسه، انا بدي حبسه. لا ارتاح، خلي امه تنقهر عاد ما انقهرت. مزبوط ولا لا؟ حقك. دار بيته 25 سنه يحبسوا لي هيك ارتاح. انا لاني سمعت قول امه هربته، امه فزعوني عليه. شو بدي اقول انا؟ انا ما بقى اشوفه بحياتي بقى. هيدي من قهره، هيدي اكبر قهره بحياتي بقى. خلاص والدنيا ما بتعني لي شيء بقى. خلاص. سيد عبد الوهاب، انتوا قمتوا بكل الاجراءات القانونيه اللازمه، حفظتوا حقكم، عملتوا دعوه. عملت الدعوه وتركت البيئه على الله يعني، بس انه لانه انا انزعجت شوي، انه بس في شخص اجى قال لي انا في شخص بيعتينه من طرف هالجماعه، وانت طالب مبلغ وانا ما بعرفهم ولاني طالب ولا، وهلا اذا بشوفهم ما بعرفهم. قلت له انا ما طلبت شيء، وهي الشخص موجود هو كمان شيخ يعني. قال لي طيب شو المطلوب؟ انه هن، قلت له هن شو المطلوب عندهم؟ قال هن حيعوضوك ب 50 مليون و10 مليون مقابل السياره. قلت له والله. قال لي قلت له طيب، وسهران اللي اجى لعند المختار عبد الله كان اخو مرتي موجود وعم بيقول له انه نحن بندفع 20,000 دولار، بس ما تنسى نحن رحلنا سياره حق 80,000 دولار، يعني قلبا على السياره اللي راحت حق 80,000 دولار، ما قلبا على شخصين توفوا. قلت له انا ما بيرضيني ولا 100 مليون دولار. اذا الشخص هذا ما انحبس انا ماني حايش في ريال. ولا اذا الدوله بدها ايانا نكون عشائر فنحن لها، نحن هلا بالمبدا نحن بعدنا اوادم،
بعدين شو اللي بده يصير؟ أنا ما عندي شيء أخسره. من الآخر أنا ما عندي شيء أخسره. أنا عندي حل، عندي بيتي هالقطتين هون أوضة وصالون، بعطيهم هون يعطوني ابني. أنا بدي ابنهم كفيله وتربيته مثل ما كنت عم ربي ابني، مانيش حاقتله، أنا بدي ربيه. يعطوني إياه كفيله وتربيته. وياخذوا بكل شيء ما بملك، أنا لأني ما بملك شيء يعني. وعلى فكرة نحن كنا عم نتواصل معه على الواتساب بالبداية يعني، ولما كان بكورنيش المزرعة بغير اسم وبغير شيء ونودي بنات كان عم يتواصل وعم يحكي وكل شيء عادي. طبيعي. الصادم موجود بلبنان، وتأكد من هالموضوع لما طلب من بنات الجيران يتواصلوا معه على الواتساب. وهو يرد كأنه ما في شيء. حضرتك موجود هون لانه سمعت شائعات عم بتقول انه طلبت مصاري او دفعت مصاري. هن بيقولوا انه انا قبضت مصاري، والناس كلها بتاخذ فكره اني انا قبضان منهم مصاري، انا ما شفتهم، ما بعرف حدا منهم. انت موجود هون لتنفي هذا الشيء؟ اكيد. اول شيء بالمبدا الواقعه هي بتنفي حالها، لانه بالمبدا ما في حدا بيدفع مصاري لحدا غير ما بياخذ منه اسقاط، بما انه بعد ما في اسقاط بالملف ما بتصور حدا رح يدفع لهم مصاري هيك. سيد عبد الوهاب، شو ناطر من برنامج عليك؟ هلا انا برجع بقول لك انه لانه انا بالنهايه بدي حق ابني، سواء ان كان مصاري ولا ان كان بعقوبه ولا ان كان بشيء، بس بده يتعاقب لانه انا ما بسقط الدعوه. ابني كمان منو يعني انه منو جاي من الوادي يعني حتى انسيه بهيك لحظه يعني كرمال مصاري. طب انا طالب منهم شغله واحده بس، وقفوا تيتوقف ابنهم تا حكوني بالمصاري، بس وقفوا لي يا بكر. ليش مهربينه يعني؟ ناطر انه اخذ حقي عن يد هالبرنامج، وفضل الله وفضلكم. نحن كلنا ثقه يعني بالقضاء، لانه نحن بس بدنا نساعدك بانك توصل صوتك، واكيد من هونيك ورايح القضاء يعني. أنا هو بيقوم بالمهمه. انا لي ثقه بالقضاء، مش انه ما لي ثقه بالقضاء، انا لي ثقه بالقضاء، بس انا لاني انظلمت لذلك صار في عندي خدش بالشعور يعني. هو المشكله انه ما في شيء بالبلد نوثق فيه الا القضاء بهالوضع ما يعني. هو هذا هو خلاص بالنتيجه. وبانتظار رأي القضاء يحكم، وسطتنا صارت جاهزة على الأرض لتتم المواجهة. الوسيطة كارول غلام موجودة هلأ حد البداوي بطرابلس لمقابلة يعني والد أو المسؤول أو حتى هو الصادم. بلكي فينا نحكي ونشوفه ونجمعكم مع بعض، لأنه هاي القضية يعني لازم تنحل. هو ما بيسوى يضل هربان، لأنه أكيد إذا عم بينام ما رح يقدر ينام مرتاح. وانتو ما بيسوى انكم ما توصلوا لتحسوا انه العدالة اخذت مجراها. صح مظبوط. ريجي اذا سمحتوا ديبلكس كارول غلام. كارول. نعم زفان. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن هلأ موجودين يعني بمقابل المحل تبع اهله للسب. الصبح تقريبا نحن عملنا جولة، رقبنا تحت البيت، شفنا نفس السيارة الحمراء ديزا فيمي، فجينا قدام محل الأهل. هو منه بالمحل، ولكن اتصلنا برقم بيو وشفنا بيو عم بيرد على التليفون. بيو بقلب المحل. نعم. هلأ إذن رح خلينا نفوت سوا على المحل. أوكي. توجهت كارول صوب محل والد الصادم. استوديو ضيوفنا متوترين ونحن مترقبين، لأنه هالمواجهة كتير دقيقة والوضع حساس. صح. وصلت. بونجور. بونجور. بدي احكي مع الحاج يحيى عمل معروف. مش موجود. هلا كان هون اتصل فيه قال لي انه يحوب المحل. بس ظلت مصرة الموظفة على كلمة منه موجود. راح على الصلاة؟ ليكي ابنه برا هلا لبس شو اسمه؟ خالد. خالد؟ لا لحظة، بس هو راح على الصلاة هلا. اوكي بنحكي خيه هوني؟ خالد ايه. بنحكي هي السيارة باسم خالد كاني؟ وسيم. بعد الفاصل واجهنا خالد. بخصوص قضية حسان خيك. عنا اليوم ليطالبوا بحق ابنهم اللي مات، وكارول بالمواجهة مع خيو للصادم. ولدين خسروا، عرفت؟ فأنت ما فيك تحكي معي بهالطريقة. مرحبا خالد.
في حدا كان بدي احكي مع بيك، بس قالوا لبيك بالصرافيك تحكي معه. الو، مرحبا خالد. اهلا زافين، معك من تلفزيون مستقبل، كيفك؟ اهلا صالح علي زافين. ماشي الحال. الحاج اي ساعة بيرجع؟ هلا بستنى، ما بدي مطول شوي. طيب، لأنه كنت بدي أسأله بخصوص قضية حسان خيك. ايه حبيبي، جد شي رجع أو؟ لا لا حبي، لا بعد هيني محكمة. ليه؟ بالمخفر بعدها. بالمخفر. طيب رح ننطر الحاج هلا بس يجي بنحكي. لا ما حيفيدك شي الحاج، ما يحكي معك بهالموضوع، ما في داعي تفتح معه الموضوع. ليه؟ ما له حديث حلو تحكي معه، شفت كيف؟ ايه أنا عم جرب، لأنه فوت بوساطة بينه وبين بيت الصايغ. لا لا ما تقدر يا حبيبي، ما بدها هالقد، ما بدها هالقد يا قلبي. شو ما بدها هالقد؟ في قتلين. اي هالقد ما بدها هالقد، يعني نحن عيوننا بنعطيهم يا شباب، بس يعرفوا هن شو بدهم وتكرم عينهم. لا هو مين عم يعني مين عم يحكي باسم العائله هلا؟ والدك او انت؟ لا هو والدي بيحكي باسم العائله بالنهايه، بس الفكره شو هي؟ فهمت كيف يعني؟ هلا بتذكروا اشياء بتسمى له بدنه، فهمت كيف؟ خي زفان؟ نعم. ما هيك؟ وهي أكيد ما هتطلع على العلن على التلفزيون إنه خيي والله ضرب اثنين وقتلوا اثنين، بدنا نفوت بالصلحة بيناتهم، أنا مزبوطة. هي خيك وين هلا؟ حسان وين؟ هلا بعدين بقول لك وين حبيبي قلبي زفير. إذا بدنا نحكيه. بعدين بنحكي معه. طيب شكرا لك، تعطيني إذا سمحت الصبية. طلب زفير من كارول تنتظر الحج، الفكرة يلي ما عجبت ابنه أبدا. هذا ما خصكم فيه انتو هالموضوع، لا انت ولا زفين، بيجوا هن اللي عنا واهلا وسهلا. لك هن لو ما لجأوا لنا صار خصنا نحن. ايه بعرف هن البي ما كان واعي بوقتها، بس هن لو ما لجأوا لنا هلا هن بس لجأوا لنا صار خصنا. لا ما فيك تحكي معي بهي الطريقة، يعني هن بالاخر ناس خسروا اولادهم، يعني ولدين خسروا، عرفت؟ فانتو ما فيك تحكي معي بهي الطريقة. كارول ما تراجعت من ورا كلام الخي وضلت ناطرة بمطرحها، وضيفنا باستوديو ما قدر الا ما يعلق على الكلام يلي سمعه. انتبهت عليه شو قال؟ ليه وبالتالي قال انه يعني ما انا محرزه نطلع على التلفزيون، لكن انه ما انا محرزه شخصين يموتوا نحن نطلع على التلفزيون. هيدا الكلام انه شتى ما تشوه لان سمعتهم، لا لانه نحن بس نحن نوجع معنا شيء، بس انه ما ينوجعوا قدام الراي. هيدا الكلام والحكي بالمصاري قبل المعنوي بيزيد الجرح اكثر وبيزيد المشكله اكثر. انه مثل ما عم يزيدني رغبه هلا انه هن نحن بنعطيهم عيوننا، بس انه هن يقولوا شو بدهم. هلا صار من هلا بيعطونا عيونهم، لكن بس ابننا يتوقف شو بيعطونا؟ بيعطونا كل ماله. هي صحيح. مش المصاري الاساسي، مش المصاري. مثل ما كان عم تفضل يحكي الاستاذ انه هي القصه فيها قصه ماديات قصه معنويات. طيب اعطونا 1% من المعنويات اللي انتم وفتوا فينا حدا. يعني اليوم انا مجروح بانه يصير حادث، لا نعتبره قضاء وقدر، ما بدنا نقول انه اهمال ولا حادث قضاء وقدر، بوقف بتصل بالصليب الاحمر، بتصل يا جماعه انا سلمت نفسي وانا رقبتي لكم وشو بدكم؟ هذا شيء اخلاقي، ما بدنا شيء نهائي، هذا شيء اخلاقي. منيح اللي الله حماك وما متت، بس اليوم وقت بدك تحادث مثل هذا ونحن موجوعين ووحيدنا ما عندنا غيره وتكبني ورا ظهرك وبنك سئلان وبتنزعج اذا حكى بالموضوع، انت بتنزعج اذا حكى بالموضوع يا ابو للصبي، ونحن اللي انوجعنا الوجع الغميق اللي ما بيصطلح بالقلب، مانا موجوعين؟ مانا زعلين. بعدين يعني انا برايي قصه تطويل الموضوع لتبريد الموضوع مبين وواضح، يعني لما انا بجي بطلب منه وسيط يتصل بابو الصبي تقعد انا راسي وراسه وراس البنت، فبيرفض بيقول انا زعلان انه رفعوا دعوه علي، يعني معناتها انت من الاساس منك بني ادم، منك انسان، انت لا بدك تتحاور بماده ولا بدك تتحاور بمعنويه ولا بدك توقف ابنك ولا بدك تسجن ابنك، وعم ترجع تشتري له سياره وترجع تقول له انزل على الطريقه تطير ارواح الناس، يعني انه كيف يعني؟ ما عم بفهم بقى. انا برايي بقى صار الاب هو المجرم مش بقى الابن المجرم. هو الحوادث بتصير وفي شيء قضاء وقدر، بس انه هون في قله احترام وقله اخلاق، في حتى لو في 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 اهمال، في اهمال هون، اهمال كبير، لا مبالاه منه للسائق لما بيكون عم بيسوق بسرعه جنونيه اول مره بيؤدي لوفاه شخص ما يحس انه في رادع. حتى لو نحن عم نحكي اليوم عن قضاء وقدر اللي هو اكيد قضاء وقدر، ولكن المشرع كان واضح حتى بوجود حادث ناتج عن قضاء وقدر بالنهايه كمان في اسباب له، يعني النتيجه هي قضاء وقدر، بتكون الوفاه قضاء وقدر او الاصابه قضاء وقدر، هنالك من تسبب، ولكن في تسبب بالموضوع اللي هو كمان بنص عليه قانون السير، يعني واضحه.
بعد ما توضحت القضية من كل جوانبها القانونية والإنسانية، ولأنه النطرة طويلة لحين رجوع البي، وقفنا التصوير وعطينا مجال لضيوفنا ليرتاحوا. وبعد حوالي الساعة رجعنا، عرفنا من كارول إنه البي ما رح يرجع على المحل، فطلبنا من ضيوفنا العودة للستوديو. خلينا نحكي كارول لنشوف شو صار معها. ايه كارول؟ ايه زبا، نحن هلأ ظهرنا من عنده لخيو خالد. هو خالد بالنسبة له ما بده انه الاعلان يدخل على الموضوع، وبالاخر اقر انه هني اكثر ناس متضررين هلأ يعني بالوضع الحالي من يلي صار، انه اكيد اهلهم يعني عبد الوهاب وهند هني اكثر ناس متضررين، وانما هني بدهم انه خلص يخلصوا خيو من هالقصة، لانه خيو مخبى. قال لي الله ما بيعرف وين خيو هلأ، وما رح نخلي حدا يعرف وين خيو، فبدهم أن يوصلوا لحل حب بينهم وبين العائلة. طب فينا نجمعهم؟ نعم، بما أنه بعد ما اجتمعوا مع بعض فينا نجمعهم سوا؟ طبعا أنا طلبت منهم أنه نجمعهم سوا، هني رفضوا أنه يجتمعوا بوجود الكاميرا، ورفضوا أنه اليوم تكون الجمعة، فهني بدهم أنه يعطوهم لليل فيتفقوا هني العائلة على أي أساس بدهم يتفقوا معهم لعائلة خيره، وبكرة الصبح بيجتمعوا وبيحلوا الموضوع حبيا. يعني خالد بالآخر قال لي نحن أول ناس بدنا نحل حبيا، كيف ما بدهم شو ما بدهم نحن بدنا نخلص منها لهذه القصة اليوم قبل بكرة. خلص كتير منيح، نحن رح نضل عم نتابع معك الموضوع، وبتصوير أو بلا تصوير أهم شيء نجمعهم ونقدر نساعدهم أنه يوصلوا لحل. صح. شكرا صح. لك كارول، يعطيك ألف عافية. ميرسي زفان، يعطيك. بدي أطلب منكم هلأ، بتحكوا كارول على انفراد وبتقلكم هي الخطة اللي بدنا نشتغل عليها. شكرا لك. باليوم الثاني اللقاء بين ضيوفنا وأهل الصادم ما تم، ووسطتنا كارول خبرتنا أنها تمكنت من إقناع أهل الصادم بدفع فدية بتبلغ قيمتها 70 مليون ليرة، بس المفاجأة كانت أنه ضيوفنا ما قبلوا بهالحل. نحن طبعاً عملنا واجباتنا وبذلنا كل الجهد لنوصل لهالحل اللي كنا منتمنى من ضيوفنا يقبلوا فيه.